اهلا بكم متابعي انفاس تي في، رجعنا لكم في لقاء جديد. ضيفنا اليوم ضيف مميز جانا من لبنان. اليوم غادي يشارك معنا مجموعه ديال الامور حول حياته الفنيه وحول حياته حتى الشخصيه، علاش لا، وغندويو بزاف على بزاف الامور اللي متعلقه بالحب ديالو اللي كيتبرز حبه للمغرب. معنا ومعكم اليوم داني نور. اهلا سي داني. اهلا فيك سي فما، خلينا ياكي وميرسي على الاستضافه، وان شاء الله نكون خفيف الظل على الجمهور يا رب. ان شاء الله. سيداني، في الاول بغيناك تعرفنا كيفاش قررت انك تدخل المجال الفني. صراحه بديت كثير صغير، بديت كان عندي تسع سنوات، موهبه من الصغر يعني. اكيد تعرفي باثناء كانت تطلع انك صغيره بلشوا يقولوا عنك الطفل المعجزة والكذا، حتى دغري بديت لعمالقة الفن ام كلثوم، وبغيت للفنانة المعتزلة نهاد فتوح، عندنا بلبنان بنتها للفنانة الكبيرة فايزة احمد. وبديت اكيد بديت اول شيء كهواية يعني كهواية، ولكن احترفت من بعد يوم دخلت كونسرفاتوار 16-17 سنة تقريبا، هيك شيء كان عندي. دخلت كونسرفاتوار الوطني وبديت ننمي، لانه الموهبه ما بتكفي بلا دراسه. نميت هالموهبه بالدراسه الفنيه، والحمد لله عملت تقريبا يعني بدك تقولي بكالوريا بالموسيقى. وكنت كثير راضي عن حالي انه الحمد لله، انه اهم شيء الفنان يطلع يكون مثقف موسيقيا، يطلع على المسرح يعرف شو بده يغني، والخبره كمان على المسرح كمان بتعطيه كثير ادفانتج لبعدين. على ديك الموهبه، فكنعرفوا بانك كنتي من المشاركين في برامج ديال المواهب، دبلنا على التجربه. شاركت ببروجرام كاس النجوم ب 98، كان عندي 18 عام. وكانت من اصعب حلقات. ليش كانت من اصعب حلقات؟ لانه كانت مع فنان كبير مرسال خليفه، بوجه له التحيه عبر انفاس براس، لانه نصايحه كثير فادوني لبعدين. وكانت اصعب حلقات ليش؟ لانه كانت هي دائما الفنان، كل فنان بيجي بيختار ست اشخاص، ست مواهب يعني، وبيكون في فرقه موسيقيه وكل شيء، وكل فنان بكل مطرب بياخذ كاس. مثلا ملحم زين كان بهذا البروجرام، في كثير مطربين، يارا، كلهم كانوا بهذا يعني، كلهم كانوا بهذا البروجرام، كلهم مثلا يعني يارا كلهم اخذوا. مثلا ملحم زين اخذ كاس، لا ملحم زين ما اخذش كاس، في كثير اخذوا كؤوس بهذا البرنامج، من وراء هذا البرنامج يعني، شهر من وراء هذا البرنامج. نحن كانت حلقتنا صعبه كثير، لانه كان مرسال خليفي سولو على العود لوحده. واو. كانت من اصعب، عن جد كانت من اصعب الحلقات. وحنا دورنا غنختارموا الفرصه اليوم وغادي نوجهوا ليه تحيه ونتمنوا ليه دوام الصحه والشفاء. نتمنى له دائما الشفاء والصحه، لانه فنان كبير ونصايحه كثير، وبتذكر اعطانا نصيحه كثير مهمه، قالنا ما تفكروا اللي اخذ الكاس او اللي اخذ الميداليه الذهبيه يصير صافي انا وصلت، سيروا حطوها في الدار، واللي بالكونسرفاتوار يصير يكمل دراسته الفنيه، واللي ما دخل على الكونسرفاتوار يصير يدرس موسيقى. كتشوف بان هذه البرامج ديال المواهب كنلاحظوا ان الناس اللي كياخذوا كيوصلوا حتى الفينال او اللي كياخذوا اللقب ما كيتعرفوش قد ما كيتعرفوا الناس اللي كيتعرفوا. فشنو كيفاش نقدروا نفسروا هذه الظاهره؟ ما بعرف، شوفي هذه اجتهاد من عند الفنان ذاته. في ناس بس ياخذوا الكاس او شيء بيتكوا على الجهه اللي حتنتج لهم، كان شركه او ان كان شركه خاصه او ان كان، بيتكوا على هودي الناس. لا، خصك تنوض انت، تقلب على راسك مثل ما بيقولوا بالمغرب، تشتغل تخدم، عرفتي كيف؟ تتعرف، تروح تجي، مش بس تعتمد على الشركه اللي هي حتمضي معها. وانا صراحه موضوع الشركات يعني انا اوكي، يمكن انتجت لي اول شيء شركه فنيه، هلا بنرجع نحكي بهذا الموضوع، انتجت لك اكيد شركه فنيه، بس الشركه الفنيه يعني بتفيدك بشغلات وبتضرك بشغلات ثانيه، فالفنان بس يخدم على راسه احسن. ف
فبغينا نعرفوا اكثر على حدثنا على اول اعمالك. حنا عرفنا بانك انت تعاملتي مع فن يعني مجموعه من الملحين يعني ناس اللي اسماء بارزه. صح. فدوينا على هذه القضيه هذه. باول اعمالي صراحه هي عنوان البومي باللبناني بحبك. باللبناني بحبك كان اول عمل لي، كان اول انتاج فني بشركه شمس الفنيه، يعني كنت اول شركه بمضي معها هي شركه شمس الفنيه. وكان معنا بالشركة كانت معنا الفنانة ناي سليمان وكانت معنا البيضة عطية. شمس الفنية أنتجت لي هذا الألبوم بعنوان باللبناني بحبك، بيتضمن 8 أغاني وتعاملنا معه مع كبار الفنانين والملحنين بالعالم العربي. بذكر منهم أكيد الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي اللي كان بأثناء إلي حلم يمكن سلم عليه لأنه كنت أحبه كتير، فنان كتير كبير اكيد بتعرفوا كلكم صلاح الشرنوبي مين ما حفظ الالقاب. كان عماد شمس الدين كمان ملحن كبير كتير، يعني بتقولي نص اغاني نجوى كرم او ثلاث ارباع نجوى كرم من يعني كانت كلمات والحان عماد شمس الدين. يعني كانت بدايه داني مع عمالقه، مع عمالقه جورج مردرسيان، صفوح شغاله الشاعر الكبير السوري، صلاح الكردي اللي كان ببدايته باثنائها كان هو عنوان باللبناني بحبك، كان هو بالبدايه كان هو عنوان الالبوم تبعي باللبناني بحبك. وهلا اكيد صلاح اسم الله صار اسم كبير بالعالم العربي كملحن وكفنان وبيغني كمان. كان وجه خير فعلا. فدابا نجيو خلينا من لبنان، واخا البنت اللي انا القلاده ديالك فيها الشجر اللي معروفه هذيك فهذاك يحب انه واخا تبعد من بلادك كيبقى واحد الانتماء. ضروري ضروري بيقولوا ديما بيقول لك مثلا من نكر اصله لا اصل له. صح فعلا. قد ما تعيشي باي بلد اكيد حتنتمي للبلد اللي انت تعيشي له. انا مثلا المغرب انتمائي له انتماء صار دم، صار روح، صار في تعايش، صار في اخوه، صار في عندي اولاد بالمغرب. يعني اول فرحه لإلي كانت انا اخذت الابويه من هون بتقولي، عرفتي كيف؟ فعلا. يعني هذا شيء صار بدمي من جوا المغرب، مش لا مجامله ولا مثل ما بيقولوا تبييض وجه ولا يعني هذا شيء صدق نابع من الصدق من الصدق. فاحنا عارفين بان عندك وليدات من زوجتك المغربيه، فالله يخليهم لك يا ربي. الله يحفظك. فهذا هو هذا كيخليك انك تزيد تحب المغرب. وخلينا عارفين بان مني جيتي للمغرب على سبق وقلتي لنا ان ما بقيتش قادر انك تخرج منه صافي وقررتي انك فعلا ليكي. انا جيت على المغرب اول مره بال 2002 2002. كنا جايين حفلات خاصه، يعني كنا جايين مع الفنان الكبير وليد توفيق بوجه له تحيه وبعزيه بوفاة خيو كمان. وسبحان الله ربي كتب لنا نبقى. صرت كنت روح واجي ما بين 2002 لحد 2004، بعدين غبت ما بين دول الخليج وبرا لحد 2007، وجيت بال 2007 وصافي كان الاستقرار النهائي. استقرار المغربي. جيت وتزوجت وبقيت هنا وسبحان الله صافي. شدك المغرب كيف ما كنقولوا. شدني المغرب. فعلى سيره المغرب كنعرفوا بان الاعمال المغربيه دابا ولات كتلقى واحد الترحيب من عند الاخوه ديالنا المشارقه الفنانين. فباش نقدروا اننا نفسروا، واش هو غير بحث على كيف ما كنقولوا البوز او لا يعني غادي مع الموجه، لان الاغاني المغربيه ولات كتلقى واحد الصدى ايجابي، او لا حبا فيها وفي الريتم ديالها لان كيميز واحد الريتم معين. فينا نقول ما فينا كثير نقول على الـ على الـ على البوز. فينا نقول اكثر انه يمكن مع الموجه. والاغنيه المغربيه هلا صارت اغنيه معروفه اصلا من زمان. الاغنيه المغربيه يعني كانوا هلا نحن مثلا من زمان من لبنان كنا لما نسمع الراي كنا نفكره مغربي، ما كناش نعرف شو هو قبل، عرفتي كيف؟ مغربي جزائري ما كناش نعرف شو بالضبط، بس خلص كنا نعرف انه هذا الراي. كنا كثير نحاول نغني هالستيل هيدا. هلا الاغنيه المغربيه بدي وجه تحيه للفنانين المجتهدين بالمغرب من سعد المجرد لحاتم لأسماء لدنيا لكلهم اللي 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 عرفوا الأغنية المغربية أكثر بطريقتهم الشبابية الحلوة، عرفتي كيف؟ انشهرت الأغنية المغربية وأكيد صار كثير في فنانين كبار صاروا عم يغنوا أغنية مغربية. مؤخرا كانت يمكن بلقيس عملت أغنية مغربية، وسميتها المطربة اللبنانية ميريام فارس عملت اغنيه بالامازيغيه، حتى بالدقه الامازيغيه. ايه ف
في كثير في كثير، حتى انا عملت اغنيه مغربيه كلمه من الحان الفنان الكبير نوري، ولكن ايقاع مغربي مغربي عملتها ايقاع صح يعني 6 على 8. كنت اخترت يوم اللي اخترت اعمل اغنيه مغربيه، اخترت اعمل اغنيه مغربيه ايقاع صحيح اسمها انت اللي مشيتي، اكيد سمعتيها. وكاين شي جديد مغربي او لبناني؟ ليكي كاين هلا اغنيه مغربيه باستوديو تقريبا صارت جاهزه، وكاين اغنيه لبنانيه اكيد رح ننزل هلا اول شيء باللبنانيه، ومن بعد رح نحط المغربي رح نحطهم باراليل مع بعضهم، لانه هن اثنيناتهم اغنيات ديال الصيف يعني. ان شاء الله في الانتظار، وان شاء الله يكون عندنا الصدق ديال حيكونوا من عندكم ان شاء الله الانطلاقه. وكاين شي مشروع تعاون مع شي مطرب او فنان مغربي؟ كاين هلا في هلا الديور رح يكون هيدا الاغنيه اللبنانيه، رح يكون بيني وبين فنان لبناني كمان عايش بالمغرب، هو متعايش هون بالمغرب. اما الديور المغربي صراحه في كثير يعني تجانس، لانه انا بدي باشا تحيه لفنان عبد العالي انور، انا وعبد العالي اصحاب من زمان يعني بتقولي من 2007 لهلا ما تفارقناش مع بعض، ودائما بنقول لازم نعمل شيء انا وياه، فان شاء الله اذا حيكون في ديو مغربي حيكون بيني وبين عبد العالي انور ان شاء الله. ان شاء الله. فدوينا على الفن، فبغينا ندوزو شويه للرياضه، واخا انا عارفه علاقتك بالرياضه شويه محدوده ولكن لا مش كثير محدوده، ولكن بغينا ندويو على ديك الاسماء منور، لان من الفنانات اللي ذكرتي بانها قدرت توصل الاغنيه المغربيه. احنا عارفين ان اسماء منور من المنخرطين في نادي الرجاء البيضاوي، وعندي واحد الفكره على ان عشان انا كنحبها كثير. وي داكشي اللي بغينا نقولو، انك انت من مشجعين نادي الرجاء البيضاوي، فانت بعيد شويه على الكره كرة القدم، ولكن الرجاء البيضاوي عزيز عليك وعزيز عليك الشجاع. انا مش كثير بعيد، انا يعني مثلا مشجع بالعالم، مشجع المنتخب الالماني، وعندي الفرقه ديالي هي البايرن ميونخ، هن هودي الخط احمر يعني هودي ما. ولكن الرجاء كيفاش زعما صرت حب الرجاء، المخرج على فكره كمان رجاوي بوجه له تحيه وهو مبسوط هلا رح يعطينا احلى صوره اليوم. رجا كانت عبر رئيسها السابق سي محمد بودريقه، كانت تربطنا صحبه نحن وياه كثير، وحبيت الرجا كان يجي يسال ديما عنا يعني هيك، وتنتهي ديما اتلاقى فيه، فحبيت الرجا من هذيك الاثناء. بس اكثر شيء اللي حببني بالرجا هي اليوم اللي لعبت بالمونديال، مونديال العالمي تبعون الفرق، وقديش هالفريق اتقاتل، قديش كان يعني لعب بروحه من جوا، عرفتي؟ نعم روح لحتى يعني ايه يعني حبيت قديش اني بحبوا كانوا بحبوا فرقتهم وبحبوا بلدهم وبحبوا يرفعوا الرايه. وشنو توقعاتك للديربي؟ موقع ديربي دابا رجاله ان شاء الله مربوحه ديما خضراء، اسمحوا لي الوداديين بحبكم بزاف، وفي كثير على فكره اصحابي ولكن ديما خضراء. مبروك عليهم العصبه. شوفي مبروك اول شيء عليهم العصبه، ومبروك عليهم الدوري المغربي، ولكن بفتكر كاس العرش رح يكون رجاوي ان شاء الله. ان شاء الله. هلا في كثير ناس رح تزعل مني اكيد بعرف، بس اسمحوا لي انا هيدي رياضه، ومبروك على اللي بيربح بالنهايه اللعبه الحلوه، ومبروك على اللي صحتين على قلب اللي بيربح. فما كرهناش ان نزيدوا نتحدثوا معك، ولكن الوقت تداهمنا، فما نكرهوش اننا نختموا الحلقه ديالنا اليوم بالصوت ديالك. قدم لنا شي حاجه بصوت مغربي ولا لبناني؟ عندك كامل الحريه. انا في غنيه مغربيه بحبها كثير للفنان الكبير الموسيقار عبد الوهاب دوكالي، بوجه له تحيه عبر انفاس براس، وبتمنى هالأغنية بطلبها منكم من هون من عندكم إن شاء الله توصل لإله. بتمنى أكيد إن شاء الله رح نشوفه شخصي، بتمنى هالأغنية كمان نعمل لها كوفر بصوتي لأنه بحبها كثير عن جد إن شاء الله. مش أغزلي ولا أرجع، وإخوات الدار علينا، أشن طريق ناس نتبع نمشوها على عينينا. مش أغزلي ولا أرجع، وإخوات الدار علينا، أشن طريق ناس نتبع نمشوها على عينينا. وخلى العين العين العين
خلى العين غيرك تدمع وخلى القلب 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 خلى القلب في غربينا مش غزالي ولا رجع اخوات الدار علينا 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 علينا. ما غنلقاش شي خاتمه اللي نختم بها الحلقه ديال اليوم احسن من هذه. فهذا هو اللقاء ديالنا اليوم. انا بدي اشكر ليك وبدي اشكر من وراء الكاميرا المخرج العظيم الرجاوي وديما الخضراء وان شاء الله تكون في لنا لقاءات اخرى باذن الله. بشكر انفاس براس على هالمقابله الحلوه. بشكر لك شيماء وبشكر الجمهور اللي حيحضر هالحلقه الحلوه. ثانك يو. شكرا لك انت. اي لاف يو. فهذه الحلقه ديالنا وصلت لنهايتها، فعلى امل لقائكم مع ضيف جديد وفي لقاء جديد ان شاء الله قريبا. السلام عليكم.